صافي خوت الزنقه دابا انا حياتي كل الزنقه حتى شتيني دابا فوقاش خوت كنخاف انا كنت خايفه على وليداتي بزاف جاو مه من جند جاو تما جاو بغاو يجاوروا لي الدريه مي بغاو يجاوروا لي الدريه انا عاد جيت لهنا خاف على وليداتي كثر مني انا. السلام عليكم خوتي، انا عايشة بالزنقة، عندي 3 ديال الاطفال، المهم شاردة ما صبت الله يرحم والديها، عايشة في الشارع، المهم عندي قول الموت قول نحيا، المهم ولادي في الخطر، المهم اخوتي انا كنطلبكم تعاونوا معايا في اي حاجة، المهم ما صبت الله يرحم والديها حبيب. مشيت وليت للدار ديالنا قالت لي مي ما تقوليش ماشي شغلي فيه، قلت لها علاش مي؟ قالت لي انا عندي راجل الناس، قلت لها كيفاش مي بقى عايشه بالزنقه؟ قالت لي ماشي شغلي فيا، ماشي شغلي فيا، ستشرد ولا ماشي شغلي فيا، قلت لها مي فاهم شي؟ قالت لي ماشي شغلي فيه، المهم جيت لباب الجامع، قصت الباب الجامع بيت الله وجلست، عندي 3 ديال الوليدات ما صيتش فين نمشي، انا بالزم ولادي الخاطر انا البارح تصيب بالليل البارح البنت كانوا يهزوها لي هنايا بالباب ديال القهوه عاد جيت لبيت الله انا باغي تغصبوها لي عاد جيت انا لهنا مي جيت لهنا ما لقيت حتى شي واحد يعاونني ما لقيت حتى شي واحد المهم انا طالبه منكم اخوتي تعاونوا معايا الله يرحم الوالدين اللي كتشوفوني وكتشوفوا الوليدات تعاونوا معايا الله يرحم الوالدين دابا 5 أيام يا ربي 5 أيام خمس أيام وأنا كنعس في الزنقة خمس أيام وأنا ناعسة في الزنقة في هاد البرد وأخويا في هاد الشتا هادي ما صرت فين نمشي فين نمشي ما صرت لا رحم ولا حبيب هادي هي بلاصتي مطلقة أخويا مطلقة لا مات مات أخويا ما صرت فين نمشي دابا ها نتوما تشوفوا اي حاجه اخويا نتوما تشوفوا العشاء ديالي هنا ما صبتش فين نمشي اخويا فين نمشي فين نعطي راسي انا دابا خايفه على وليدتي اي حاجه خايفه على وليدتي انا خايفه عليهم بزاف العائله قطالي في التحضيري ما بغاتش ديك اللي سمعي قلت بنتي كي سمعي قالت لي ما قلتش ما مشات مع الاخت ديالي اختي قالت لي ما نقدرش نلبس مع الزنقه قلت لها علاش بنتي قالت لي يقدروا يغصبوني قلت لها صافي بنتي تينا عرفتي مع اختي صيفت مع اختي اي واحد اخويا يتعرض لي اي واحد انا طالبه راسي الخاطر بزاف اي واحد يقدر يدي لي ولادي يقدر اي واحد لما انا بيدي يقدر يدي لي اي حاجه يقدر يقتلني يقدر يساقني اي حاجه انا كنت خايفه على وليداتي بزاف دابا الله يرحم الوالدين اخوتي السبب ديالي اخويا انا كنسعى عشتي كنسعى ما عندي شي الغالب الله ما عندي لا دوم لا ما عندي حتى حاجه كنسعى قالت لي مي ما تخش الساق قلت لها مي كيفاش ما نخش الساق قالت لي لا ما تخش الساق يتبهدل بيا كيفاش مي نبهدل بيك وانا تضاو ما عندي لا ما عندي والو ما عندي لا دوله والو نضوي عبر البوطه قالت لي تين يبهدل بيا قلت صافي مي انا يبهدل بيك صافي قلت لها عطيني تين عندي وليد خدامين عطيني قالت لي ما نعطيش عطى الله انا مجوجه بغاشي الناس قلت لها مجوجه بغاشي الناس مي صافي انا نمشي اي نمشي للناس المحسنين ولا يعاونوني صافي خوت الزنقه دابا انا حياتي كل الزنقه حتى شتيني دابا فوقاش خوت وتحدا الجامع حدا القهوه هادي يلا معايا الوري تما في الشارع بحال هيدا نعس بحال هيدا جن تما جاو الدراري تما قال لي اختي ما تقدرش نعس تما البلاصه خطر جاو مه من جند جاو تما جاو بغاو يجاوروا لي الدراري ما بغاو يجاوروا لي الدراري انا عاد جيت لهنا حميت حسيت بيت الله قلت انا نجي لبيت الله ما يقدر يديني حتى شي واحد غنقعد بوحديتي اخويا كنخاف على وليداتي كثر مني انا كنخاف على وليداتي كثر مني انا ولكن انا راسي انا الماضي ما نجيش نعس في الزنقه لا يخش على وليداتي قال لي بنادم يموت على ولادو ولا بلادو هيدا باش خش انا اخويا على وليداتي انا من الماضي علاش انا الاخر انا دابا مشرد على وليداتي انت تشوف بنتي قدشني انت تشوف بنتي قدشني انت تشوف بنتي لاخا قدشني انا بغيت دابا اي حاجه الماضي بغيت ننتقم انا وليداتي ما طالبه منا حتى شي حاجه بغيت ننتقم انا ولادي بغيت نشاني انا وليداتي بغيت نحل ننتقم انا وليداتي اي حاجه تعاونوا معايا الله يرحم الوالدين طالبه وليداتي بغيت البيت بغيت شي حاجه فين ننتقم فيها
دابا انا مشي دابا انا وليداتي شنو بغيتي؟ وليداتي مخطط للخطر بزاف، انا في الخطر بزاف.